الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 68 لثورة الملك والشعب حمل في طياته رسائل واضحة إزاء التحديات الراهنة، ورسم الخطاب الملكي خارطة طريق لمبادئ السياسة الخارجية. الملك محمد السادس أكد أن المغرب يتعرض لعملية عدوانية مقصودة من طرف أعداء الوحدة الترابية، استهداف يؤكد العاهل المغربي يعزى إلى عدة عوامل. والمغرب مستهدف أيضا لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار التي لا تقدر بثمن، وخاصة في ظل التقلبات التي يعرفها العالم. ورغم ذلك فالمغرب والحمد لله معروف بسمعته ومكانته التي لا نقاش فيها، وبشبكة علاقات واسعة وقوية، ويحظى بالثقة والمصداقية على الصعيدين الجهوي والدولي. شعبي العزيز، يتعرض المغرب على غرار بعض دول اتحاد المغرب العربي لعملية عدوانية مقصودة، فأعداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة، ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا. وقليل من الدول خاصة الأوروبية التي تعد للأسف من الشركاء التقليديين تخاف على مصالحها الاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية. الملك محمد السادس أكد قيام بعض الجهات بتجنيد كل الوسائل الممكنة بغية توريط المغرب في خلافات مع بعض الدول، وأبرز العاهل المغربي تدبير حملة واسعة لتشويه صورة المؤسسة الأمنية المغربية ومحاولة التأثير على قوتها وفعاليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب. لذا تم تجنيد كل الوسائل الممكنة الشرعية وغير الشرعية، وتوزيع الأدوار، واستعمال وسائل تأثير ضخمة لتوريط المغرب في مشاكل وخلافات مع بعض الدول. بل هناك تقارير تجاوزت كل الحدود، فبدل أن تدعو إلى دعم جهود المغرب في توازن بين دول المنطقة، قدمت تصويرات بعرقلة مسيرته التنموية بدعوى أنها تخلق اختلالا بين البلدان المغاربية، كما دبروا حملة واسعة لتشويه صورة مؤسساتنا الأمنية ومحاولة التأثير عن قواتها وفعاليتها في الحفاظ على أمن واستقرار المغرب، إضافة إلى الدعم والتنسيق الذي تقوم به في محيطنا الإقليمي والدولي باعتراف عدد من الدول نفسها. الخطاب الملكي أكد مضي المغرب قدما في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد رغم مؤامرات أعداء الوحدة الترابية، وأكد الملك محمد السادس أن المغرب الذي لا يقبل أن يتم المس بمصالح العليا يحرص في نفس الوقت على إقامة علاقات قوية بناءة ومتوازنة خاصة مع دول الجوار.